اهو فضيت الباسكت ديت اللي كانت تحت الترابيزة الصغيرة دي، فضيتها ونضفتها، هرجعها مكانها تاني. انا بحب اخلي في كل مكان كده باسكت عشان لو في اي حاجة مع العيال ولا حاجة يلاقوا الباسكت جنبهم. اهو هنا هحرك السفرة بقى من مكانها والكرسي دوت، وهكنس تحتيه كنست خلاص المكان ده كله، وهمسح اهو، همسح ده كله كده تاني. خلي بالك دايما امسح الحتت دي عشان تفضل نظيفة. اهو خلصت تحت السفرة، رجعتها مكانها اهي بعد ما مسحتها كويس، خلصتها. لا انا عايزه افتح التكييف عشان الارضيه اللي انا عملتها تنشف عشان الحق افرش السجاد بتاعها. بص التكييف، انا الرمود انا حاطاه هنا اهو، هنشغل التكييف. شغلناه، رجعنا الرمود مكانه اهو عشان الأرضية تنشف كده. احنا خلصنا كل الجزء ده اهو، اهي طبعا رنا عمالة تلعب في المية. اهو مسحنا بقى الجزء ده، شايفين اول ما مسحته بقى كل حاجة الكراسي رجعت مكانها. هنسيبه بقى ينشف بعد ما فتحنا التكييف. فاضل بقى الحتة اللي جنب السفرة والجزئية دي، خلاص كده هنعملها اهو. هنبدأ نمسح بقى دي كلها كده اهو، يعتبر خلصنا كده الجزئية دي كلها، الريسبشن كله اهو. شايفين بقى رنا بتعمل ايه؟ شايفين؟ انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه عندك؟ هنزلها، هلم بقى السجاد في الجزئية التانية دي اهي، هلم السجاد ده كله كده وانفضه اهو. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، كنسنا الارضيه دي كلها اهي، وقعت الماسوره اهي. هل هحرك الجزامه عشان نكنس تحتيها. كويس ان الجزمة ديت بالعجل، هكنس بقى اللي تحتها ده كله. كنست المطبخ اهو، نضفت الارضية، ورانا زي ما انتوا شايفين ورايا عمالة تبحشك في كل حاجة انا بعملها، تفتح في الادراج. كنست الارضية كلها اهي، خلاص الجزئية دي خلصناها كده. هجيب الجاروف بقى والم الم التراب بقى ده كله، شايفين قد ايه. بس هجيب بقى الجاروف المها، هي عايزه تبعشك اهو. خلصنا كده الارضيه دي كلها وخلصنا، شايفين اهو. هننضف بقى اللي على الجزامه دي. خلصنا الجزء ده كله اهو، خلاص هندخل على المطبخ بقى، دي الحتة دي هنمسحها وخلاص كده اهو. خلصت بقى المطبخ، مسحته خلاص، شايفين بيلمع ازاي عشان احطه في المية دي طول اهو. شوفوا بقى المفاجأة اللي نورهان ويوسف عملوها في الحمام، انا عاملة السجادة دي عشان هغسلها. شايفين عملوا ايه بقى؟ كل حاجة في الادراج جابوها وحطوها في البانيو. ينفع كده يا جماعة؟ شايفين؟ شايفين؟ نعمل فيهم ايه بقى؟ اهو خلاص المكان ده كله كده خلاص. ديت انا حطاها هنا عشان لما اكون نازله ما انساهاش، لما اكون نازله ما انساهاش وانا اخدها معايا اهو. كده جوه هنا فرشنا السجادتين، خلاص الارض نشفت اهو.
زي ما انتوا شايفين اهو فرشنا السجادة. هنا في ترابيزة بس جوه في أوضة أحمد اهو. ايه رأيكم بقى؟ اهو المكان كله. هجيب السجادة دي نظيفة، كنت غسلاها، دي بتاعت امي اديتاني، قالت لي لا خديها هاخدها اهيت وهفرشها هنا اهوت. خلاص كده هفرشها اهو. ايه رأيكم بقى في السجادة دي؟ فرشتها اهي، فرشتها اهو. يوسف ضربها، هروح هشوف البيتزينة دي وبتعيط اهو. بصوا خلصنا، خلاص فرشنا السجاد كله. تعالي تعالي بس، خلاص خلاص اهو فرشنا السجادة دي هنا. الحتة دي بقى خلاص كده لمينا السجاجيد اللي فيها، هنبقى نغسلها، هنبقى نغسلها وخلاص كده خلصنا كل حاجة، رجعناها مكانها المطبخ اهو. المطبخ غسلناه ونضفناه. فين اللي جاب؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا جماعة احنا خلاص كده خلصنا الفيديو. الفيديو ده 100,000 لايك. خلصنا كده الفيديو بتاعنا النهاردة ونضفنا الشقة مع بعض وخلاص خلصنا. هنقوم بقى نجهز لهم الغدا. بصوا هو كان، بصوا غرق نفسه ازاي. ما تنسوناش بقى يلا سلام. ما تنسوناش بقى باللايك والسبسكرايب عشان لايك وسيل وعلى 100,000 لايك. يلا سلام، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.